يا ابو حشر ما كل ليله لان الشام عيد. لا رجال عن الخبز المنفوخ هذاك والحركات وانت اسمع وانت بلبلحم وهالشغل وفخامه بلبلحم. انا اعطوني في الفقره هذه لان راح لساني هذا طول تقول لسان سالم. انا الهيثل هذا والله مالك اذا مش ينجح صفقونا لنا كنا خايبين. ارشف انا الدنيا انا السفره. الله يكثر خيرك يا ولد مشيب. بالعافيه الله يسلمك ويعافيك راع الكرامه والعلوم الغانمه. الله يجود عليك. ابشرك ان الشباب طلبوا انها تكون قطنه. انا رفضت. ندري انكم احنا ندري عمنا من كان عشيتي من الثلاجه خلاص تقدر تعمل. يمكن الثلاجه فيها سمن بري ودجاج تبع ناكله. انت تستاهل دجاج وخلاص. والله يا سعيد انك ما تجيب غير الناقصه من يوم عرفتك. اسكت. لا كثر خيركم يا ولد مشيب. بالعافيه يا مخلص. والله يا الشخصيه هذه والستايل حقك يا ابو خلود 2 كيلو من ملحمه ابو عمار. 2 كيلو رحت تقاطيع حركات وحركات. اي والله على بطاطس وقرع. اي والله يا سلام وفلفل شقره الاحمر تاكله هنا. اما البرستيج هذا يا ولد الجبن تضغط الشوكه كذا طنق ابنك ورا الدجاجه ولا يوم غمسها قال لا خالد يقول هذه فيها جبن ورا وش دراني بنيتم مغلفه. انا ادري احسبها اللي في امريكانا اللي في البقاله اللي ما فيها جبن عرفتها المثلجه اللي مدرعج مونتاج العشاء وجهك موجود ما ينفع. ما شاء الله تبارك الرحمن. زين المنتج. اي والله. اسال الله الذي جمعنا في هذا المكان ان يجمعنا في جنات النعيم ان شاء الله. اللهم امين حنا وياك اجمعين. الله يكثر خيرك يا ابو محمد يجود عليك ويرحم والديك. اي والله. والله مو بحقكم والله. هذه خبز ولا ملعقه؟ هذه ملعقه صلاه. سم بالرحمن. بسم الله. سم ومسك بس. انا والله اللي يعرف لها ملعقه ولا ما هي ملعقه. اي والله. يبان عنده والله من يعرف لها. اما انت يا مخلد ما تعرف غير الجير والفطحه تم غش من اوله لاخره. علاها مايونيز يا بندر. مايونيز يقول ذايقه من 2018 المطعم. اي والله عز الله نفخم ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله 2018 يعني اعرف حق الحين 2018 انا ومخلد ناكل بزالي عند القلب. اسالك بالله. أيوة. والله معلبه خضراء اللي زي الفول مدمس الخلطه السريه. اي والله نحب على اليوم فلفل ويوم نخليه بدون فلفل.